السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا، أسعد الله مساءكم بكل خير وجمعة مباركة. نحييكم مباشرة من العاصمة الرباط، مباشرة من شارع محمد الخامس. ننقل إليكم هذا المباشر رفقة الصديق الطيب الممثل السينمائي والمسرحي والفكاهي الابن البار لمدينة وزان محسن الطق، بطل رياضي سطع نجمه يعني في ريعان شبابه، وهو لازال مناضلا صامدا يحمل مشعل يعني التقدم والازدهار في المجال الفني بصفة خاصة والرياضي كذلك. السيد محسن طوق، اهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا بزاف سي خليل الحداد، تحياتي وعزيز وغالي، والشرف كبير لنا نتلاقى مع صديق الطفوله، يعني تربينا مع بعضياتنا وحنا الان كنجدوا العلاقه مع بعضياتنا في عاصمه الرباط، ومشينا زرنا نادي الفنانين ديال السي عبد الرئيس ديال السي عبد العلي الغاوي، واستضفونا، وتحيه للمنسقه العامة ديال نادي الفنانين، وتحية للفنانة ديال نادي الفنانين، وانا كان عزيز عليا ودخلوا لي في قلبي، وكبروا بيا وكبروا مدينة وزان، وكبروا بالاخ الصديق ديال السي خليل بن الحداد عزيز وغالي. ودابا نوريكم الشوارع ونعيشوا بعد الاحتفال اللي احتفلنا، واحد الاحتفال صغير والقائمة ديالو كبيرة، غادي نستريكم معنا الرباط ان شاء الله. مرحبا بكم عندنا في الرباط. سيدتي وسيدتي، يسعدنا ويشرفنا أن نخبركم أن محسن طوق قد غدا عضوا في نادي الفنانين الذي يرأسه الفنان القدير الممثل والموسيقي السي عبد العلي الغاوي، درافت العماس محسن بات عضوا ويعني انخرط بشكل رسمي اليوم، وهو يحمل معه في جيبه أو في محفظته وصل يعني التسجيل. كما سلف الذكر مع اخي محسن، غادي ندير واحد الجوله جميعا انا وياه. الله كبير، هذا اقامه السعاده هي اللي كيعرفوا فيها الرباط. اقامه السعاده، الله يعطينا السعاده، الله يعطينا السعاده، وتحيه للجمهور الكريم، تحيه للسعادي السعادي صاحبي بالمقدم، راه طالع معنا في لايف. بارطاجي خاي التيك توك ديال الباج، وبارطاجي معك صحابي. حنا دابا كنديروا واحد الجوله. عندك تخرج؟ نو ما نخرجوش، حنا دابا في لاكار ديال التران، ديال التراموي. حنا التران في قطار المدينه، وصافي خليتي شي بلاصه ما تصورتيش فيها. كيفاش تصورتي على العالم؟ تحيه للناس الرباط والناس السله. مدينة الرباط لا يمكن أن تأتي يعني وما تدوش من هذا المكان هذايا، لأن هذا باب الحاد سونترفيل الرباط، إلا ما دوزتي شي من هنا راه بحال اللي ما درتي والو. بالإضافة لمجموعة من الأحياء، أكدال، حي الرياض، كاينة ميتشاف، راه العاصمة الرباط. محسن ها هو كيشرب العصير المزيان، كنحتفل مزيان، هو كيشرب ديك المسائل المزيانه الغازيه، مشروبات غازيه. حنا في الرباط راه نشد لك، حنا في الرباط كنعتذروه لاننا خاص كتمشيو في الشانطي. خاصنا نطلعوا شويه. اجي طلع محسن، طلع من الشانطي. راه حنا فان ديال توك توكير، كاراكاو برادر. تحيه للسيد ترام، تحيه للسيد ترام، وتحيه لسيدي ترام. والتقلب خلاص مشى هراب عليا. سي خليل الرجوله منذ الطفوله. شكرا جزيلا، تحيه كبير و ابناء مدينه وزان البراره، ذكوره واناثه، ومدينه وزان ونحن منكم. مدينه وزان عندها واحد المكانه في الرباط، والناس كيحبونا. ماشي في الرباط فقط، على المستوى الدولي. الدولي وزان عندها واحد المكانه. وزان يعني ضاربه في جذور التاريخ ومتعلقه في مختلف المجالات، ولله الحمد ابناؤها البراره يتقلدون مناصب ساميه، سواء في
في المستوى الوطني يعني داخل المملكة الشريفة أو في دول أخرى. أجي نوريهم النفق. النفق الجديد. قولوا شكون صايبو. هو قولوا أنت اللي عارفه. أنا شركة الهلوي. تحية لشركة الهلوي خي أنوار. اللي سهرت على هذا النفق إحنا حداه. تحية لولاد وزدان. عندك درامي الطوموبيلة. تحية لفاميلي الهلاوي أخ أنوار والبشير، وتحية لخوتنا الحباب الصحاب راكم عزازين وغاليين. حنا ديما كنقول لكم أي حاجة على المباشر أي جديد، لأن لي فان ديالي عزيز علينا لي فان. تحية لسي خليل الوزني عزيز الضخم الحباب بك أخاي. شكرا جزيلا سي. هاد النفق أخاي شكون صايبو؟ شركة الهلاوي التي سهرت على إنجاز هذا المشروع الذي رأى النور مؤخرا وتم شي تحديد عليه مؤخرا. سقطوا الشنطه يا محسن. لاتي حنا كنصور كسروا النفق دابا. تحيه السي خليل. النفق اخي يا سير قطع اخي تفضل. احترامات يا اخي. انتم اخوتي ديما كنعطيكم الجديد انا. السلام عليكم. تحياتي خوتي. السلام عليكم بخير. صحابك. السلام عليكم. السلام عليكم بخير. بحالك 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 بحالك. سي عادل المقدم تحياتي غزال. تحية لي فان توك توكر. بعز. فنان. لا فنان. السميه اللي لا 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 شوف انا ما كيعجبنيش بيناتكم انا ماشي شغلي تخرجوا من المسؤوليه. معك محسن الطاك ممثل افلام عصيره ملك اللايفات بطل المغرب كيك بوكسين فو كونتاكت العاب قهوه جميع الرياضات جيماستيك. هذا ما كافيش عندنا راه سمعي اليوم ما عندوش السمين انا حتى اجي في غادي تبان في الله ما تبانش بان بان السميه لا بان السميه لا والله انا شوف شوف فيها انا والله انا مجلخ ماشي قبيح زعما مجلخ به شوف النادي تاع ماشي مجلخ فنانين كتوقع ديال الكتاب تما ايوا دابا اسمع دابا انا ماشي مجلخ باش ما تجبدوش لسان صاحبي ما تجبدوش لسان ديالكم تصيح لسانكم انا مش عالشهور ومعروف داخل الوطن وخارج الوطن فيسبوكي معاك محسن طوك مالك اللايف اذا بينتك معايا يشوفوك الناس اللي كي بزاف اللي انت ما طحش عليك البال ها لا وصافي من احسن من احسن لا انا كنحب الاحترام وعزيز الاحترام انا ماشي ديك النوع اللي كنزيد اي واحد لا حاجه ايوا طلعنا واحد رباطيين وسلاويين وكاين اللي كيبغي يبان كيبغي كنحترم الراي ديال اي واحد وانا ملي كنكون في شي بلاصه ضروري كنروي للجمهور ديالي اللي كيحب محسن الطوك ممثل افلام قصيره الفنان ديكم الوزاني كنقول لكم ديما الجديد سي خليل شدوه ما يعني فنانين حبونا وكنشكرهم بزاف يمكن يمكن ديال ديال الدم ديال كيقول لهم انتما على فراسك كيقول لهم انتما لا 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 جا نضرب غير راه وحده تحيه وتقدر تسال خذ خذ شوف دير ولد الطوق دخل اليوتيوب عندي ولد الطوق ما تبارطاجيوهش فهمتي دير ولد الطوق صاحبي دير ولد الطوق انا في اليوتيوب ما لا 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 ل
بوزو انا بوزو وي من افتح خدمتك تقول لي واخا شمالي وزاني شنو وزاني مين انت مرحبا بك هذا واحد السيد صاحبي باش انا وزنت ثلاثه المرات قال لك ولا وزاني مرحبا لا باش نضحكوا شويه انا نضحك لا مادام شوف اللي جا نوزن والله ما كيسخنش لان نجي نوزن مرحبا بك اخي شوف نجي نوزن فوق الراس والعين انا هاز اي العدول تما درت الفيلم انا عند مول بيصال مشى عند مول بيصال العدول مشى العدول مول بيصال مول الحزام مشى عند خوتين داخل واحد داخل فيك انا حوالات ايه خلاص تما كندوزو رمضان تما حيت خذوا خلي المسيحيه ديالي ودخلوا عندي مرحبا خذوا المسيحيه هذا جاتكم غلط اه دير توك توكر في فيسبوك شي من تهرب نادي الفنانين هذا لقاك كل ناقيش صافي دابا هو صاحبي وصافي البنات دابا هو صاحبي انا يا سعيد دابا هو صاحبي صاحبي باش يفيد لي الروح والله يلعب الا وانتم كتهضروا وانا هما كيتناقشوا وكيضحكوا وانا اللايف خصني نخليه زوين اذا خصني نسلو فهمتي سي عادل بالمقدم تحيه اخوتي اللي عزيز عليك عدلنا كومونتير باش نعرفكم باش نقدر نجبدكم انا كنشكركم بزاف لان متابعيني وتقلب عليها بلاصه التراش Where is this trash? I don't know. في البلاصه ديال النفايات لا هما كيخسروا هضره وداك الشيء ما يمكنش لنا معاهم حنا ما كيمكنش هما كي صافي مشاو انت فهمتيني ايوا دابا انا مشهور خصني ما نديرش المشاكل ده عشان مشاو نكملوا الموضوع ديالنا طلعنا واحد لي فان ولي زامي كيعرفونا كاين اللي كيعرفوني وكاين اللي كيعرفوني شي وكاين كيعرفوا الاخ المهم على اي حنايا تلاقينا مع الناس سلمنا عليهم فهمتي على ادلكم على شيء اذا فعلتم هو تحاببتم بينكم افشوا السلام بينكم السلام خصنا نقولوها خاصك كل قلب ديالنا طاهر نقي ما نحقدوا لا حتى شي واحد اللي دار شي حاجه مزيانه في حياته والله يوفقه راه اوفان دو كونت راه هو اللي دار ديك الحاجه نتمنوا له غير الخير علاش لان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وحنا الحمد لله في المغرب يعني احرار وحبوا البلد ديالنا تحيه محمد هاد الزكي وجلاله الملك هو امير المؤمنين الله ينصرو اماراتهم الله ينصرو طبيعه الحال خاصه تكون فينا الشيام ديال المغاربه الاحرار الاجداد اللي ضحوا بالغالي دابا نجي لطنجه ان شاء الله باش ان شاء الله يعني لكي نرتقي الحمد لله يعني الوزان النزيله بصفه خاصه والمغرب بصفه عامه والبشريه جمعاء اللي القلوب ديالها نقيه وطاهره تحيه لهم هذا المنبر هذا من باب الحد وخلينا نكملوا مع الناس كمل تفضل تفضل حنا في باب الحد وبطبيعه الحال يعني حنا كنحبوكم وكنحبوا الجميع ما يمكنناش نحقدوا على شي حنا كنحبوكم وانتم كتحبونا وحنا كنا كنحبوهم وهما كيحبونا وحنا كنحبوهم وشعرنا المحبه وشعرنا المحبه وشعرنا المحبه وشعرنا المحبه وتحيه للحبه لا الحبه الوزانيه الحبه الوزانيه جلاب الوزانيه تحيه للحبه وتحيه ومهم على اي خصنا خصنا نكونوا بعد مره نكونوا يعني جلاب الحمله نكونوا عاوتاني شويه كنديروا الفكاهه باش نشطوا باش كنبدلوا الاجواء خويا خويا سيمو تمارا خويا صاحبي تمارا بلاصه شحال مزال خويا البايس شحال مزال خص انا خصني صافي مزيان الله يعاونك اذا تحيه وتقدير تحيه اجي ندير السلام ديالنا بعدا هو انا ما جيتش تحيه وتقدير اذا تحيه وتقدير تحيه وتقدير معكم محسن طوق ممثل افلام عصيره ملك اللايفات بارطاجيوني شوهوني ابونيوني شوف معكم الفنان محسن الطوق الكوميدي من اعماق القلب كنحبكم وتحيه لي فان ديال محسن الطوق ولي فان ديال السي خليل وانا راه في الرباط انا في الرباط باش نهز الشعله ديال الفن لمدينه وزان وانا قلت لكم راه مدينه وزان عمشي القدام وعمشي بها بعيد وعتكون شراكه مع الرباط ان شاء الله الرحمن الرحيم مع نادي الفنانين ديال السي عبد العلي غاوي الله يخليه لنا
خويا وعزيز علينا وحبيبنا، وتحية للفنانين كاملين والفنانات. وحنا حنا وثنيين عاملين البصمة ديالنا في الرباط وبالاحترام والأدب وكوميديا، وكل واحد هو فنان بواحد الاتجاه. أنا ماشي مغني، أنا كنحب الغناء وعزيز علي الغناء، ولكن أنا بصفتي كفنان ممثل أفلام أكشن كوميديا، هذا هو الدور ديالي. والتواصل الاجتماعي اللايفات، مالك اللايفات، بارطاجيوني ممثل أفلام أسيرة. دابا السي خالي عطاكم واحد الكلمة. إذا سيدتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية، إذا سيدتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا البث المباشر. نضرب لكم موعدا قريبا إن شاء الله في لايفين آخر، خليكم توحشونا شي شوية. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما كنهضروش في السياسة، حنا شعارنا الله الوطن الملك، يعني غير مالك اللايف ممثل افلام قصيره كوميدي حاجه من اللوليني. تبارك الله، شي كريم. السلام عليكم. واحد الصديق عزيز وغالي من الرباط، تحيه لناس الرباط، تحيه لناس سلا، وتحيه لناس التماره، وتحيه للشيفر الطاكسيات. شي كلمه. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، والصلاة شهدوا مات. شهدوا مات. لا صحيح، هذا تم خلينا عندك خوتي، تحياتي، I love you all.